مع ما تتمتع به محافظة صلاح الدين من مقومات نجاح الزراعة، وإنها كانت لعدة سنوات سلة العراق الغذائية، إلا أنها بعد 2014 عانت كثيرا بسبب سيطرة داعش على عدة مناطق، وأدى ذلك إلى عزوف الفلاحين عن الزراعة وهجرتهم من الريف إلى المدينة. احنا هسه هاجرنا من الريف الى المدينه، جبنا ولدنا يشتغلون هنا، عمال يشتغل يوميا 7000 8000 دينار يعيش عائلته. قدمنا عرايض وقدمنا كتب وللمسؤولين، واحنا نرجو للسيد المحافظ انه قضيه الديون يرفعها عنا، يطفيها عن الفلاحين، انتهت الفلح انتهت. تم عمل كافه الجرودات ورفعها بكتاب رسمي. ننتظر الإجابة من قبل مراجعنا من مدير الزراعة صلاح الدين أو من الإدارة العامة من المصرف الزراعي لتبليغ الفلاحين بالإجراء الذي سيتم الاتفاق عليه. فلاح يعني رجع تقريبا دون الصفر، يعني يحتاج إلى إعادة جدولة لهذه القروض أو إعادة إطفاء، يحتاج إلى مبالغ مادية كبيرة لإعادة إحياء الأرض. كل هذا يدفع إلى رفع المستوى الزراعي في المحافظة باعتبار محافظة صلاح الدين هي سلة العراق الغذائية. الفلاحون يناشدون ويطالبون محافظ صلاح الدين بالتدخل لإطفاء المبالغ المتراكمة عليهم لدى مصارف البنك الزراعي، خصوصا منذ عام 2014، فقد أكل الأخضر واليابس دخول داعش لمناطقهم. بالنسبة للقروض الزراعية من 2008 ل 2014 الفلاح كان يسدد لان عمل موجود، ومن 2014 وجاي وقف العمل، ما عاد يقدر يسدد القروض اللي تراكمت عليه صار 4 سنوات 5 سنوات. فجانا كتاب رسمي باجراء الكشف الموقعي لاطفاء الديون، وجرت الشعب الزراعيه كشف موقعي وكملوا اللجان ورفعوها للجهات المعنيه. نطالب السيد المحافظ أن يرعى بنفسه هذا الموضوع لإطفاء الديون المصرفية المتراكمة على الفلاح. قدمنا معاملات على دائرة الزراعة، ودائرة الزراعة اتخذت إجراءات كشف موقعي وجي بي إس وطلعوا كشوفات ورفعوها إلى مديرية الزراعة ما صلاح الدين، فلحد الآن أي إجراء ما اتخذناه. نطالب إطفاء الديون على الفلاح، كون الفلاح المتضرر، كون الفلاح طبقة مسحوقة بالمجتمع العراقي، يعني هذا الشيء اللي يريده يخفف عن كهل الفلاح شوية. عمليات عسكرية ونزوح وهجرة إلى المدينة وموقف ضعيف من وزارة الزراعة، أسباب أدت إلى تدهور الواقع الزراعي. لقناة صلاح الدين عبد المنعم الويسي، سامراء.